Good for you. خدته والله، خدت good for you وبنادول كوند فلو، ما عملوش حاجة مع نفسيتي اللي تعبت منك. ليه زيزو، هو إيه اللي حصل؟ ببعتلك طلب صداقة على الفيس وانت ما تقبليهوش. أنا ما فتحتش فيسبوك من امبارح، معلش أنا أسفة. لا يبقى افتحي وبصي على الكومباوند بتاعي. أبص على إيه؟ الكومباوند. أنت ما عندكيش كومباوند على الفيس؟ هو اللي على الفيس ده اسمه كومباوند؟ أه معروفة. واللي على انستجرام كومباوند برضو؟ واللي على تويتر. أمال اللي بنسكن فيه اسمه إيه؟ لا ده بلوكات. يبقى بس افتحي الكومباوند هتلاقي صورتي وأنا عامل كده وكاتب عليها أمين الأحزان. ألف سلام عليك. فيصت ولا ايه؟ انا قلبت الدنيا على رقم 19 ده مش لاقيه خالص. يبقى اكيد موجود في مكان تاني او رقم تاني. مستحيل، الرقم اللي موجود في القصه رقم 19. ياه، هو جدي ده غاوي فرهدنا ودايما يفقع مارتنا بفزلكته دي. استناه ايه من واحد فاضي عمال بيكتب في ميكي؟ راجل تافه اصلا. ما تحترم نفسك ياض انت ياه. ما انت لسه شتمه جدك من شويه. ادعي على جدي وقع اللي يقول امين. انا ما قلتش امين، انا قلت انتوا بتقولوا ايه؟ ده انتوا لو ماشيين في سوق الرواعي مش هيبقى الحوار كده. يا جماعه احنا بندور على كنز، كنز. شوفوا هنعمل ايه. انا بقول نفتح الكناتر دي ونشوف كل واحد جواه ايه. نفتح هي علب تونه؟ احنا لو قعدنا نفتح الكناتر هنقعد يومين ثلاثه. طيب ممكن اعرف بس هي ايه الكناتر وانا افتحها؟ بس انا مش فاهم يعني عامل ازاي. ياد ما هي الكناتر هي واد، ده كونتر وده كونتر وده كونتر. لا دي كونتينرز. زورز. كونتينرز مش كناتر. ياد كناتر ياد، مالك طاري كده ليه؟ في كناتر زي الكناتر الخيرية. حلو يا سوسو. هاني شريهان تعالوا شقلبوني. نعم. بقول لكم شقلبوني. تشقلبك ده ايه؟ ما تظبط كده. خلاص ما تشقلبنيش، انا عرفت الحل، الحل بالمقلوب. ما فهمناش حاجه يا ابني. سهله وبسيطه، تعالى شقلبك عشان تفهم. تعالى. طب ما تيجي انا شقلبك شقلبه مش هتعرف تتعدل بعدها. انت فهمت ايه؟ مش قصدي على فكره. فهمت اللي في دماغك. لا مش ده اللي في دماغي يا حبيبي. بص انا فاهمك، الكونتينر رقم 61 دوت هو اللي فيه الكنز. مش هتفهم، انت لما تقلب ال 61 دي هتبقى 19، الرقم اللي موجود في القصة زي كل ألغاز ميكي. الحل بالمقلوب. يس 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 يس. تس ازاي ما تكبتيهاش؟ بس نديك على وشك. ايه ده؟ ايه الصوت ده؟ هخش اطمن عليهم. يلا ناقصي زيزو. ازيها؟ بس مش الدرجه دي.
برافو برافو يا هاني. ايوه برافو جدع يا هاني. يلا يلا. لا انا مش قادر ادخل. ليه؟ اصل انا عندي فوبيا من الاماكن المغلقه. بقول لك ايه، مفيش حاجه اسمها فوبيا الاماكن المغلقه، هي فوبيا الرحماني بس. لا في فوبيا في حاجات كتير تانية حلوه، بس بصراحه مفيش احسن من فوبيا الرحماني. اللي في السيده؟ اللي في السيده بقى. لا وفي تاني واحد تاني في شارع المعز. اه ده عنده حلو. خلصونا بقى في ام اليوم الاهبل ده. يلا يلا انا امسك ايدك ما تخافش. خلي بالك مني عشان انا بخاف جدا من الاماكن المغلقه، لان قبل كده وانا صغير اصلا اتقفل عليا اسانسير وانا وهو بقى، وانا كنت في الاساس مش لوحدي بقى، كان معايا ايه بقى، وتقفل علينا كان معايا شنطه سفر. سبحان الله. وانا برضو وانا صغير برضو كنت بلعب استغمايه فاستخبيت في الفرن وهم كانوا مشغلين الفرن ساعتها. بص هنا حتى هتلاقي حرق كده اهو. وريني كده اهو. لا مفيش حرق، في ريحه خميره. ما احنا كنا عاملين كيك. اقسم بالله لو ما سكتوش لاديكم بالجزمه دي على دماغكم. وانت ياض يا سيكي ميكي انشف شويه. يلا ادخل. حاضر. يلا ما تخافش ما تخافش. يلا. لا يلا ايه؟ يلا خش. لا ما تخافش ما تخافش. واحده 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 واحده. يلا يا هاني. ايه؟ تعالى دور في الصندوق ده انا خايفه. حاضر حاضر. الحق. ايه؟ المكان مطرب قوي. ما لازم يبقى مطرب. انت بتقول ايه يا ابن انت؟ شوف كده الصندوق اهو. شو شو؟ ها؟ فستان الفرح اهو. حلو بس تغسل بس هيبقى كويس. ايه ده؟ ايه؟ لقيتي حاجة؟ مفيش كنز. وفي ده. يلعن أبو كده يا شيخة. ما تلم نفسك ياض أنت. لا هو مش قصده، هو كان قصده يقول بس يعني إن جدي كايف قوي. ما تحترم نفسك أنت كمان. هو ما يقصدش، هو قصده إن جدك ده ابن. ما بس بقى ياض أنت وهو. وخليني أتنايل أحل الكلمات المتقاطعة. يا ربي ربنا يسامحك يا جدو. خدت بالك؟ سمعت حاجة؟ اه ايوه سمعت في حاجة. انا ما سمعتش حاجة. ما انت مخدود ليه؟ انت المخدود على فكرة. ايوه. لا بقى شفت حاجة صح؟ ايوه شفت، اتخيلت بحاجة بتعدي. يبقى بيتهيألك. يبقى ما انت ما شفتش؟ ما شفتش حاجة. انت كذاب على فكرة. هنخلص النهارده. هم الموظفين كده، نيجي نخلص شغلنا يقعدوا يحلوا الكلمات المتقاطعه. لا يا اخويا سبع ايام اجي لها كل عايز الواد اداره ثانيه ومش عارف. تعرفي ان احنا فينا حاجات كتير شبه بعض؟ اصل انا كمان مدمن جيمز على المحمول. بتحب ايه بقى جيمز على المحمول؟ بحب العب كل حاجه، يعني الطيور الغاضبه، المزرعه السعيده، كيف تحمي التمساح. مفيش لعبه اسمها كده. ازاي دي مشهوره عندنا؟ يديكي شويه ميه وتقعدي تحفري للتمساح لحد ما يوصل للميه يتشطف بيها. واسمها على الستور كيف تشطف التمساح؟ ايوه بس بالانجليزي، كيف تشطف اللاكوست. بقول لك ايه، انت عمرك صاحبت قبل كده؟ يعني في بنت في العالم حبتك قبل كده؟ بصي مني يعني واد امور وشيك، فتلاقي بنات العالم كلهم عليا كده. لا انت شيك قوي بصراحه. ميرسي. عجبك الاصفر؟ تحفه. كنت متاكد، اصله ماشي مع لون شعرك. طب اقول لك حاجه،
عارفة كل تقليعات عمرو دياب؟ قولي بقى أنه واخدها منك. لا كنت أقولك حلوة عادي، أنت ليه شايفاني كذاب؟ لا خالص. وأنت ما قلت ليش؟ أنت صاحبتي قبل كده؟ أنا صاحبتي كتير جداً. الله، بعشق الست الخاينة. تاخد تشطة في التمساحة وتسكت شوية؟ حبيبي يا لاكوست. ها يا أمي، فهمتي حاجة؟ لا، بس اللي فهمته من الكلمات المتقاطعة دي إن الحل في قصة العقد بتاع الجدة بطة. طيب بتحكي عن إيه بقى القصة بتاعت الجدة بطة دي؟ الجدة بطة دي كان عندها عقد غالي قوي، وفي واحد راجل عايز يشتري منها عشان يديه لمراته في عيد جوازهم. العقد ده ضاع، فضلوا يدوروا عليه كتير قوي، وفي الآخر بقى اكتشفوا إن لوز نايم على العقد في المزرعة. كان عامله مخدة يعني. طيب يا جماعة تمام، احنا نطلع على المزرعة واكيد هنلاقي العقد هناك. نطلع على دي في مدينة البط. طب ايه يعني، هي بعيدة مدينة البط دي؟ بعيدة ايه؟ في الفيوم مدينة البط. ابن الفيوم قريب، احنا نركب من الرماية اي حاجة. بس بقى يا دي زريف، انت وهو احنا مش فاهمين حاجة، لازم نلاقي حد بيفهم. ما هو يا اما عم بدو يا اما عم عبدالله. يا جماعة استهدوا بالله، انتوا اليأس راكبكوا ليه؟ احنا نشوف المجلة العدد ده. فار 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 فار. مين ده؟ يلا يلا نمشي. انا قتلته. لا يلا، انا قتلته، انا قاتل. لا لا انت مش قاتل، ده كان